بعد الانطلاقة الرسمية للشراكة بين المجلس البلدي لمدينة تميرة وشركة أوزون برو، اليوم كنعيشوا المرحلة الأخيرة اللي كتعرف تعزيز الأسطول بواحد الآليات جديدة جد متطورة وبتكنولوجيا حديثة لتحسين نظافة المدينة، واللي كتخلي العامل يخدم بأكثر أريحية. وحنا كنعيشوها هاد الاستثمارات، ماشي كنهضروا عليها في دفتر التحملات، كنعيشوها حيت هي مجسده في الميدان، وبالاضافه الى العنصر البشري، حيت ان الاداره العامه قامت باستثمار في اطر اللي غادي تشرف على نظافه المدينه وفي تكوين جل العمال ديالها. وحنا اليوم كنتعهدوا كإدارة عامة باش نوضعوا الخبرة ديالنا والتجارب المختلفة اللي عشناها في المغرب، في جميع مدن المغرب ولا على الخارج، رهنا إشارة مدينة تميرة، وإن شاء الله بإذن الله وبدعم المجتمع المدني حنا غنكونوا على مستوى تطلعات الساكنة ومجلس البلدي. حنا ربحنا الرهان في المرحلة الأولى، وهالشي كيعطينا واحد طاقة إيجابية باش غادي نكتفوا المجهودات ديالنا ونخليو من مدينة تميرة مدينة في قائمة أنظف المدن المغربية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.